أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات، وبس الآن نعرض عليكم تردد قناة العراقية الإخبارية على القمر الصناعي عرب سات 2023. قناة العراقية الإخبارية تتمتع بمصداقيتها في جميع الأخبار التي تقوم بعرضها للجمهور، حيث أنها تهتم ببث كل ما يخص الشارع العراقي، وتوفر نشرات إخبارية يومية، وذلك عن طريق مراسلين عاملين بالقناة يحرصون بالحصول على الخبر من مصدره، حتى لا تكون القناة ناقلة لأشياء غير حقيقية. تردد قناة العراقية الإخبارية على القمر الصناعي عرب سات 2023. القمر الصناعي عرب سات التردد 11747، إذن التردد 11747، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 3-4، الجودة SD، اسم القناة لقائمة القنوات عراقية نيوز. وبذلك نكون قد وفرنا لكم تردد قناة العراقية الإخبارية على القمر الصناعي نايل سات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.